النهاردة عيد الحب العالمي بنسخته العالمية. كلنا عارفين ان احنا في مصر ربما بنحتفل بعيدين، وده استثناء عن كل دول العالم. العيد الاولاني اللي اطلقه الكاتب الصحفي مصطفى امين بمناسبة ان هو كان شاف ان حد في السيدة زينب خرج وما خرجش معاه في جنازته، توفى يعني وما خرجش معاه في جنازته غير ثلاثة، فقال ان هذا الرجل كان لا يحبه احد، فاطلق عيد الحب بشكله العام. احنا بس هنا في مصر برضو بنجيب هدايا وبنجيب هدايا هنا وبنجيب هدايا هنا، لكن هو كان بشكله العام عيد الحب بشكل عام. ده النسخة المصرية. النسخة العالمية اللي بنحتفل بها النهاردة اللي هي يوم 14 فبراير، هي نسخة بدأ تقليدها أو بدأت بعد ما القديس فالنتاين تم إعدامه من قبل الإمبراطور الروماني، وده لأنه هو كان بيزوج العشاق سرا. الإمبراطور الروماني كان أصدر قرار أن هناك حالة حرب ولا يمكن أن يتزوج أي أحد، فهذا القديس كان يزوج العشاق سرا، ولذلك أصدر الإمبراطور الروماني قرارا بإعدامه في هذا اليوم. ومنذ ذلك اليوم أصبح هذا اليوم عيدا للحب في كل العالم. أعتقد النهاردة مناسبة عالمية منا، كل الناس بتتكلم عليها في العالم كله بس مش في مصر. بمناسبة عيد الحب العالمي كلمنا عن أغنية أو عن فيلم بيفكرك بيوم الحب أو بعيد الحب. أكتر أغنية ربما تكون بالنسبة لك إيه؟ بالنسبة لك إيه من؟ يعني من مرحلة ما قبل اختراع الفالنتاينز وإحنا متعودين على أغاني عبد الحليم وعبد الوهاب والست أم كلثوم. امبارح كنت شفت بوست كده بيتكلم عن أغنية لست أم كلثوم بتقول في مرحلة ما قبل اختراع الفالنتاينز، وأغنية سيرة الحب وهي عمالة بتغني وبتتسلطن وتعيد وتزيد والجمهور يعيد وراها طبعا ويطلبوا تاني يعيد ويعيد. فأعتقد أن من زمان خالص وإحنا المصريين بنعرف نحب وبنعرف نتحب وبنعرف نفرح وبنعرف نهادي بعض وبنعرف ننبسط. ناس كتير قوي بتقعد تتكلم بقى يا مصطفى عن الهدايا والتفاصيل بتاعه الهدايا والحاجات دي. ده الحديث اللي في السوشيال ميديا من الوصف. مش عارفه، انا حاسه ان يعني الموضوع فيه تسول شويه. الهديه بمنتهى البساطه يمكن الظروف الاقتصاديه خلت لا والله اصل الهديه جت هي هديه يعني جايه بهدوء كده. لا وبالمناسبه ممكن تبقى حاجه بسيطه، ممكن تبقى حاجه ب 2 جنيه ب 3 جنيه ب 5، مش لازم تبقى مش هديه بمعنى. مش بتكلم في قيمتها، بتكلم في المبدا ان كل الناس عماله تتكلم جبت هديه ايه وكانه بريشر، وقبلها بكام يوم شوفي الطرق اللي هتفكريه بيها علشان يجيب الهديه. طب ما هو لو ما افتكرش خلاص هي صحيح. هي مش جبايه، هي مش فرض صحيح. افتكر وكانت مناسبه لطيفه وجبنا فيها هدايا خير وبركه، ما افتكرناش وجودنا مع بعض هديه، امنا مع بعض هديه، الهدوء اللي موجود في حياتنا هديه، حاجات كتير جدا بتبقى ماشيه بشكل كويس ولطيف، ده في حد ذاته هديه. وده المفهوم اللي وسعه يعني مصطفى امين في البتاع، ان هو عيد الحب ما هوش حب يعني للطرف الثاني بس، لا ده الحب بمفهومه العام أكيد. يعني هو ويمكن دي معلومه غايبه عن ناس كتير. احنا عيد الحب النهارده هو العيد العالمي، هو العيد الرسمي يعني للحب. لا بس هو عيد الحب النهارده عيد العشاق مش عيد الحب. عيد يعني العشاق هو يعني في الخارج بيطلق عليه كده عيد العشاق اصلا، يعني المقصود بيه العلاقه العاطفيه بين الرجل والمراه، مش مقصود بيها الحب. الحب مفهومه الواسع. المفهوم الواسع بقى ده بتاعنا احنا بتاع المصريين اللي عندنا مكان يسع من الحبايب. اصبح اسم كمان القديس فالنتاين علامه على الحب، يعني لما تقول فالنتاين دي معناها بقى ان هو طبعا اسم كده مرتبط بالقلوب الحمراء بالورود الحمراء بالدباديب بالورد الاحمر. يعني افتح القوس واكتب زي ما انت عايز. ما بحبش التوازيق. شوفي بقى انت عايزه ايه. بحب عايزه ستروس. عايزه اليوم يعدي بهدوء. اكتر اغنيه واكتر فيلم بتفتكروها لما بتسمعوا ان النهارده الفالنتاينز، ايه اللي بيجي في مخكم على طول؟ عمر وسلمى الجزء الاولاني، الجزء الثاني. في كلام كتير قوي. انا حبيت الجمله بتاعت ام كلثوم، انا لو سالت السؤال ده هقول انت عمر. انا بحب ام كلثوم جدا جدا، كوكب الشرق فعلا. مش سيرة الحب والله، هو كل اغاني ام كلثوم، بس انا بالنسبه لي انت عمري هي بالنسبه لي. صالحت بيك ايامي، سامحت بيك الزمن. الست برضه ست ست يا جماعه، ما حدش يقول يعني ما حدش يعلي على الست. طبعا صح ولا ايه؟ الست لما تغني الكل كان بيسكت، وكانت بتسلطن المحيط للخليج، وكانت حفلاتها يعني علامه من العلامات. ولما راحت باريس العالم اتقلب، ويعني كان بيستقبلوها رؤساء دول طبعًا. وكانت طبعًا. يعني مش سفيره بس لمصر، هي كانت سفيره ايضا
سفيرة أيضا للحب، فهي يعني علامات غنائية كبيرة جدا في سيرة الست أم كلثوم. أعتقد أن هي الأهم بالنسبة لي أنا شخصيا لو سألتيني في القصة دي. أنا متفق معك في قصة، أنت قلتي سيرة الحب. أنا قلت سيرة الحب، سيرة الحب وأنت عمري. خلينا نشوف بقى الناس هتقول إيه. في ناس كتير أعتقد هتبقى بتفضل عبد الحليم حافظ، في ناس تانية هتقول أجيال أجداد. خلينا نسمع النهاردة، ده سؤال اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام، مستنيين إجاباتكم اللي هنستعرضها في حلقة النهاردة. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.